السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله باذن الله. اليوم الاخوات بعدا قولوا لي مبروك العجانه، رانا شريت العجانه، قولوا لي مبروك. هنايا بغيت نشارك معكم فيها العجينه ديال البوشنيخه. غنبدا بالعجينه ديال البوشنيخه ان شاء الله ونتبعها الشباكيه وان شاء الله باذن الله. المهم اي حاجه درتها غنشاركها معكم. هنا البنات غنقول لكم مقادير، من بعد غادي ندوزوا لجمع العجينه. عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق فورس ديال ممتاز ديال الحلوى، عندي هنا إطرو ديال الحليب اللي نقصه منه كاس، هانتوما راه الحلول نقصت منه كاس صغير. عندي هنا جوج ربعات وربع ديال الزبده باتيسور. عندي هنا معلقه صغيره ديال حبه حلاوه، معلقه صغيره ديال النافع. عندي هنا 2 معالق عامرين بومبي صغار ديال الزنجله محمر ومطحون. عندي هنا 3 صاشيات ديال الفاني، اللي ما بغاش يدير نافع وجنجلان وحبه حلاوه ما يديرهمش، يدير غير الفاني، راه كيجي لذيذ وكيجي غزال. هنا البنات درت دوك 2 ربعات وربع ديال الزبده باتيسور. علاش درت زدت هذا الربع؟ كيعوض ليا داك الماء اللي كيضيع ليا من هاد الربعات. هو راه غير ربعه ديال الزبده في نص سيترو، ناقص منه ربع كاس، نص كاس نص سيترو ديال الحليب ناقص منه نص كاس، كديروا فيه ربعه واحده ديال الزبده، ولكن انا كنزيد هاد شويه الزبده باش كنخلي الزبده تذوب ليا يعني مزيان، ماشي نوازيت، المهم كتذوب مزيان مزيان، حتى كينقص من هذاك الماء باش كنصفيها وداك الماء كنرميه باش ما تضيعش ليا، باش يجيني البشنيخه ديالي اولا شي ايش تجيني هشيشه. صافي هنا غادي نوضع الزبده ديالي فوق النار باش تذوب وغادي نرجع معكم. وهنا الحبوبات ديالي درت الزبده فوق النار على نار مهيله باش تذوب ليا على خاطرها، هانتوما نار ما مجهداش، نار مهيله. صافي وغادي نخليها تذوب ونمشي نقاد المقادير الاخرين في العجانه. هنا الحبوبات ديالي غادي ندير زنجلان وغادي ندير النافع وحبه حلاوه كما كتشوفوا. وهنا الحبوبات ديالي غادي نضيف سكر الفاني او ساشي ديال الفاني. صافي وغادي نهبط العجانه ديالي وما نساوش قريصه ديال الملحه، وغادي نهبط العجانه ديالي تخلط هاد النواشف، عاد غادي نزيدو السوائل. هنا الحبوبات غادي نخدم العجانه ديالي تخلط ليا النواشف. هنا الحبوبات هانتوما شوفوا الزبده يعني كتذوب مزيان، ما كيبقى لي فيها لا ما لا والو كما كتشوفوا. دابا غنطفي عليها النار وغادي نديها باش نزيد عليها الحليب. هنا الحبوبات ديالي ها الزبده ديالي كما تشوفوا هي دابت، هنا غنزيد عليها الحليب. كاين اللي كيدفي الحليب، انا ما كندفيش، كندير هاد الطريقه الزبده كنزيد عليها الحليب. صافي وغادي نخوي في العجانه، يعني العبار عندي راه هو هذاك، هذا الخليط كله غادي نخويه في العجانه. هنا انا غادي نخدم العجانه ديالي تدريجيا. ديالي كما كتشوفوا قاصح نتوما، جينا راه قاصحه مزيان شتو، يعني المول البول ديال العجانه او الجفنه ديالها ما كيبقى فيها والو. نتوما شفتوه العجينه قاصحه باش يجيكم العشيش زوين. هنا انا كنقسمها بلا ميزان بلا والو. هنا البنات كنجيب بلاستيكه، هاد البلاستيكه البنات
كانت فيها الزبده باتيسور هي اللي كانت في الكرتونه، ما كان لوحاش كنحتفظ بها، كنخدم بها المسمان، كنخدم بها بزاف ديال الحوايج، كنخبي بها الملاوي، كتنفعني هكا في الشباكيه في البشنيخه. صافي هاد الكويرات هادو غنديرهم هكذا صافي، وغادي نخبيهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، عاد غادي نبدا الطوراق. وهنا الحبوبات، وبلا راه كنت هزه التليفون غير في يديا، دابا درت السيبوره. كناخذ واحد الكويره بحال هكذا، كنضربها غير شويه بالدلاك. البنات نسيت ما قلت لكمش، نسيت الخميره. الخميره راني درت فيها جوج خمارات حمرين، جوج خمارات حمرين اللي درت في العجينه. المهم انا غادي نورقها هكذا حتى نسرحها، حيت غندوزها في واحد الوراقه ديال الضو، ونرجع معاكم. كيف ما حطيتهم قبيله كيما وريتكم، راه مع ديك جوج اولا ثلاثه ديال النهار فاش ورقتهم ها نتوما ودرتهم في البلاستيكه وخليتهم. دابا عاد غادي نكمل عليهم اليوم الخدمه، مع كنت صايبه صافي ما بقيتش قدرت نكمل، وانا نحبس صافي. غنضربها غير واحد الشويه هكا، من بعد غادي ندوزها في الوراقه ديال الضو ونرجع معكم. وهنا البنات دورتكم حدا الماكينه الكبيره اللي كنورق بها، نتمنى تكون واضحه لكم. هنا كناخذ السمك اللي انا بغيت، يعني العرض اللي انا بغيت كنغيرو بهادي، كنورق هنا وكندوز العجين ديالي، نوقف ونعاود نجمعها، وغادي نخرج منه مورسو طويل هكا، نعاود نديرو مربع، نحطو حتى يرتاح شويه وغادي نخدمو. هنا كما كتشوفوا هما دوك المربعات، نجمع على ماشين ديالي مزيان، من بعد غادي نعاودهم ناخذ بوحده بوحده وغنديرهم هكذا. نجبد خرجت هاد لي مورسو كلهم على شكل خيوطه، انا دابا غادي نقادهم معكم وتشوفوا البشنيخه يعني كيفاش كتجي. كنقبط هنا، كنقرص وكنضغط هكذا، كنقبط هنا حتى ونقرص ونضغط، كنقرص ونضغط، قرص ونضغط. قبل ما ينشفوا لي هاد الجوانب كندير لهم هكا، كنحاول نجمعهم مع هاد الكويره هادي، نديرهم تحت البلاستيكة باش ما ينشفوش. نبدا بهادي هيك، كنقرص وكنورق بهاد الصبع، نتمنى يكون واضح. كنقرص ونورق، قرص ونورق، يعني العبار عيني ميزاني، العبار راه كاين في يديا وفي عيني. صافي صافي كنبقى هكذا. دابا ما وقفت الفيديو ما والو البنات، باش تشوفوا الطريقه كيفاش هي. انا كنهضر بشويه زعما، دابا راه شي وحده ديال الليل هذه باقيله فاش انا خدامه. صافي كنحيد هادو قبل ما ينشفوا لي الطعمه، هادو ما عنديش فيهم مشكل. صافي هنا كنقطع هادو، كنقطع هكذا هنا. راه ما وقفتش البنات الفيديو باش تشوفوا كل شيء واضح. صافي كناخذ
البشنيخه ديالي كنجمع ليها هاد الرويصات هادو ديالها، كندير ليها بحال هكا، فيها شي خويط زائد اولا ما فيهاش ماشي مشكل، كندير ليها هكذا شويه وكنحطها. هانتوما نتمنى تكون واضحه صافي. وكنستف كناخذ الاخرى ثاني كندير ليها هكا وكنحاول ندير ليها هكذا باش الا كان شي خويط طيح كنحيدو. نقلب على شي وحده يكون فيها شي خيط، مثلا هذه ديال الجنب هانتوما فيها هاد الخويط شتوه اللي ما وصلش، هذا كنحيدو. علاش كنحيدو؟ باش منين نبدا نقلي ما يتحرقوش، كيطيحوا ليا في المقله وكيتحرقوا كيخسروا ليا الزيت. صافي البنات، هذه هي البشنيخه ديالي، نتمنى ان شاء الله تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. غادي نحطها حتى نقلي ان شاء الله منين بغي نقلي ونرجع معكم في امان الله. وهنا حبيبي ها البشنيخه ديالي وجدات، انا غادي نقليها ونعسلها وتشوفوها كيفاش جات هشيشه ولذيذه. نتمنى تجربوها تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وبقاو معايا حتى تشوفوها كيف جاتكم.